مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون قالت بأن اتفاق سقف أسعار الغاز بات في متناول اليد على حد قولها. هل هذه مجرد تصريحات تفاؤلية قبيل انعقاد الاجتماع اليوم؟ أم هناك معطيات بل وربما تنازلات أوروبية جديدة تدعم هذا الموضوع؟ نعم نبيل، عمليا هذه تصريحات مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وأيضا هي تصريحات نائب رئيس الوزراء التشيكي، كلاهما أيضا قالا بأن هنالك أوامر أو مهمة أوكلت من قبل الرؤساء قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم التي عقدت نبيل يوم الخميس الماضي، بمعنى أنه خلال القمة تم التوافق على التوصل إلى حل بشكل أكيد، واليوم بقي ربما أن يضع الخطوات يضع الوزراء الخطوط العريضة الأخيرة في هذه الاتفاقية، بأن الدول التي كانت قد اعترضت في الاجتماع الماضي في 12 من هذا الشهر على حد 220 يورو، وأيضا الدول التي اعترضت على حد 160 يورو للميجا وات الساعي، ربما تمكنت المفوضية الأوروبية من التوصل إلى نقطة التقاء بين الطرفين. 188 يورو هو المقترح الأوروبي بحسب الوثيقة التي سربت بالأمس نبيل، والتي تتحدث عن أن المفوضية الأوروبية غيرت من بعض الشروط لتتواءم أو لتلتقي عند مخاوف ومطالب الدول المتفرقة أو المختلفة عمليا فيما بينها. المقترح الأول بالمناسبة نبيل الذي كانت قد قدمته المفوضية الأوروبية الحد فيه 275 يورو، مدة التطبيق أو فترة التطبيق هذا الحد عمليا كان بعد 15 يوما من ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية عن 275 يورو، ولكن في المقترح الثاني في الأسبوع الماضي كان هنالك 220 يورو مع حد تطبيق بعد 5 أيام كحد أقصى في حال ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق العالمية عن 220 يورو لأكثر من 5 أيام، ولكن يبدو أن المفوضية الآن تنازلت، والدول التي كانت قد تحدثت عن 220 يورو أيضا تنازلت، ومن كان يريد 160 يورو أيضا تنازل مع مدة 3 أيام، أي بمعنى أنه في حال وصلت أسعار الغاز في الأسواق العالمية لأكثر من 188 يورو للميجا وات الساعي، فإن المفوضية الأوروبية ستبدأ لثلاثة أيام بطبيعة الحال، فإن المفوضية الأوروبية ستسعى إلى تطبيق تسقيف أسعار الغاز، علما أن هذه الخطوة تلغى نبيل في حال حدث أحد الاحتمالين، الأول في حال زاد استهلاك الغاز في البلدان أو في الاتحاد الأوروبي خلال شهر عن 15% وهو ما يؤدي إلى تراجع الاحتياطي الاستراتيجي، أو في حال تراجعت إمدادات الغاز إلى الأسواق الأوروبية، وبالتالي تعمل المفوضية الأوروبية على تجنب وجود خلافات في هذا اليوم. طيب، ربما هنالك تفاؤل من مختلف التصريحات التي سمعناها نبيل. إذا ما صدق هذا التفاؤل بالفعل سلام، وأعلن اليوم في اجتماع اليوم في بروكسل على اتفاق سعر أو تسقيف أسعار الغاز، من ناحية إجرائية بحتة ماذا نتوقع من إجراءات؟ فقط التوصل نبيل، اليوم هنالك فقط توصل إلى اتفاق. هذا الحد نبيل لن يطبق إلا في حال ارتفعت أسعار الغاز، في حال كان السعر المذكور ضمن الوثيقة المسربة 188 يورو للميجا وات الساعي، في حال بقيت أسعار أو ارتفعت أسعار السوق العالمية عن هذا المبلغ لمدة 3 أيام، عندها فقط تسعى أو تلجأ المفوضية الأوروبية إلى آلية تصحيح أسعار السوق، وبالتالي تفرض حد أعلى لهذا لشراء الغاز في الأسواق الأوروبية. بالتالي هنالك اليوم فقط عملية التوافق على الخطوط العريضة. هنالك بالمناسبة في الاجتماع الماضي كان توصل إلى 90%، الخلاف كان فقط على المبلغ المرصود أو المبلغ مبلغ السقف عمليا لأسعار الغاز. اليوم الحديث عن التوصل هنالك فعلا نبرة تفاؤل، خاصة وأنهم يقولون بأن الرؤساء أو قادة الاتحاد هم من أعطوا الأوامر وأوكلوا المهمة للوزراء لإنهاء هذا الملف. شكرا لك من بروكسل المراسل ألغت سلام كيالي.